يا تلاميذ، السلام عليكم. لمساعدتكم في المراجعة لأبنائكم، هذا النموذج الرابع لاختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية السنة الثالثة. الموضوع موجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف للتحميل. لا تنسوا الدخول على القناة الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. التمرين الأول، أجيبوا بصحيح أو خطأ. عدم تنظيف الأسنان يؤدي إلى التسوس، صحيح؟ لهذا يجب تنظيف الأسنان بعد كل وجبة. الطعام غير الصحي هو طعام يحتاجه الجسم. الجسم يحتاج إلى الطعام غير الصحي، خطأ. جسمنا يحتاج إلى الطعام الصحي وليس غير الصحي. أحافظ على صحتي بنظافة ملابسي فقط، خطأ. أحافظ على صحتي بنظافة ملابسي، جسمي والمكان الذي أعيش فيه، ملابسي فقط، خطأ. أستخدم المدفأة الكهربائية بالقرب من السرير، السرير الذي أنام فيه أستخدم المدفأة بالقرب منه، خطأ، يشكل خطر علي. أستعمل الأدوات الكهربائية دون علم أمي، خطأ. أستعمل الأدوات الكهربائية بحضور أبي أو أمي دون علم أمي، خطأ. التمرين الثاني، أصنف في الجدول ما يلي: أنظف أسناني، لا أكثر من تناول السكريات والمواد الدسمة، أضع الفضلات في سلة المهملات، أحافظ على نظافة القسم، أطهر الخضار والفواكه بالماء، أتناول الأطعمة الصحية، لا أتناول الدواء دون استشارة الطبيب، أتناول وجبات غذائية متوازنة، أحافظ على صحتي، أحافظ على نظافتي. العبارات التي تدل على المحافظة على الصحة من هنا، المحافظة على النظافة من هنا. أنظف أسناني، عدم تنظيف الأسنان يؤدي إلى التسوس، إذن يجب تنظيفها كي أحافظ على صحتها. إذن أنظف أسناني كي أحافظ على صحتي. لا أكثر من تناول السكريات والمواد الدسمة. الإكثار من تناول السكريات والمواد الدسمة يسبب مرض التخمة أو السمنة. إذا كي أحافظ على صحتي لا أكثر من تناول السكريات. لا أكثر. المواد الدسمة، أضع الفضلات في سلة المهملات، يحافظ على نظافة المكان، نظافة المكان، أضع الفضلات في سلة المهملات، إذا أحافظ على نظافتي. أحافظ على نظافة القسم، نظافة القسم، إذا أحافظ على نظافتي. أطهر الخضر والفواكه بالماء، تطهير معنى القضاء على الجراثيم، إذن أحافظ على صحتي.
أتناول الأطعمة الصحية، أحافظ على صحتي. لا أتناول الدواء دون استشارة الطبيب. لا يجب أن أتناول الدواء حتى كي أحافظ على صحتي. أتناول وجبات غذائية متوازنة كي أحافظ على صحتي. الوضعية الإدماجية، تعرض زميل لك لتسمم غذائي، ألزمه الفراش، ذهبت لزيارته، فأردت أن تقدم له بعض النصائح لتساعده في الحفاظ على صحته. لون العبارات التي يمكن أن تقدمها له كنصائح. إذا زميلك أصيب بالتسمم، ألزمه الفراش، أردت أن تقدم له بعض النصائح. إذا كانت نصائح مفيدة له، ألونها. تقول له: أكثر من الدهون والسكريات. ليست نصيحة جيدة. أكثر من الدهون والسكريات تسبب له السمنة أو التخمة. إذا ليست نصيحة جيدة. لا تتناول السلع المنتهية الصلاحية. هذه نصيحة جيدة، لأنه يسبب له، إذا تناول السلع المنتهية الصلاحية تسبب له التسمم، تنصحه بأن لا يتناول هذه السلع. إذا النصيحة جيدة. الأكل السريع طعام صحي يفيدك. الأكل السريع الطعام لا يفيد، لأن ليست نصيحة جيدة. يجب أن تتغذى الأغذية متوازنة وصحية. يمكن أن تقدم له هذه النصيحة، يجب أن يتغذى الأغذية المتوازنة والصحية. التزم بقواعد آداب الأكل. آداب الأكل: غسل اليدين، غسل الأيدين، تنظيف الأسنان بعد كل وجبة. آداب الأكل، إذا نصيحة جيدة يمكن تقديمها له. تناول الأطعمة المكشوفة في الشارع. الأطعمة المكشوفة في الشارع هي أطعمة ملوثة، إذا لا تنصحه بأن يتناولها. إذا النصائح التي يمكن أن تقدمها له هي أن لا يتناول السلع المنتهية الصلاحية، وكذلك يجب أن يتغذى أغذية متوازنة، وأن يلتزم بقواعد آداب الأكل. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.